السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش النهاردة مع اسم الله الصمد سبحانه وتعالى. كلنا حافظين سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، ولكن كم واحد فينا يعرف معنى كلمة الصمد؟ سورة جميلة جدا وبسيطة جدا، ولكنها تعدل تلت القرآن، ثلث القرآن. تقراها ثلاث مرات تاخد ثواب كأنك قرأت القرآن كله، حاجة جميلة جدا. الفكرة هنا بقى في الصمد. يعني إيه الصمد؟ وده لب السورة. الصمد يعني إيه؟ أول حاجة، المقصود في الحوائج. اتنين، إليه تكون الرغائب. أنت نفسك في إيه؟ أمنيتك في إيه؟ ادعي بالصمد. علشان كده كان من الدعوات المأثورة يا صمد من لا صمد له. ثلاثة، يستند إليه الأمر. دايما توكل على الله، دايما ارجع لربنا، إليه يرجع الأمر كله. كل شيء في حياتك يرجع للصمد سبحانه وتعالى. الصمد لا جوف له. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أي حاجة ليها جوف يبقى بتاكل وبتشرب، يعني بتتبدل وبتتغير وبتفنى. أما الله تبارك وتعالى لا جوف له، فلا يتبدل ولا يتغير، باق سبحانه وتعالى. كمان من ضمنها خلق كل الأشياء بإرادته وبأمره سبحانه وتعالى. يعني كل حاجة تتمناها ارجع للصمد، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك. الحاجة اللي بعد كده، يعلم بكل شيء، يعلم بكل حاجة عن حياتك، عن صحتك، عن أفكارك. مهما يصيبك من ابتلاءات وتحكي، ربك أعلم منك. الله تبارك وتعالى لا ينام ولا يسهو ولا يظلم. لا ينام ولا يسهو ولا يظلم. الله تبارك وتعالى يأمنك من الخوف، يأمنك من الخوف، سواء خوف مجهول، خوف من ناس، خوف من الرزق، خوف من المرض، خوف من الوساوس والأفكار اللي بتدمر الناس. علشان كده دايما كتر من الدعاء، اللهم يا صمد من لا صمد له. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أحد الصحابة بيصلي في ركعة، كل صلاة يصلي في ركعة التانية بكله والله أحد، فسأله ليه بتعمل كده؟ قال له أنا بحب الصورة دي جدا. فبشره أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه بحبه لصورة الإخلاص اللي فيها قل هو الله أحد الله الصمد.